ما الدلالة السياسية لاحتجاجات بازار طهران الكبير للمرة الأولى منذ الثورة الإيرانية؟ هل هذه الاحتجاجات انعكاس لصراع سياسي اقتصادي داخلي أم نتيجة للموقف السياسي الأمريكي من إيران؟ كيف ستتعامل طهران مع التعقيدات السياسية والاقتصادية المتزايدة داخلياً وخارجياً؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان احتجاجات بازار طهران، احتقان الداخل أم ضغوط الخارج؟